عليك يا حبايبي، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة عالم من ومعاك. طبعا زي ما انتم شايفين كده، طبعا ساعة محمد رمضان كان لسه عامل كليب من قريب وظهر بساعة كده تمنها 275,000 دولار. لما ساعة زي دي تبقى تمنها 275,000 دولار زي ما احنا شايفين كده. ساعة محمد رمضان بصراحة ساعة بايظة التمن جدا. هي الساعة المرصعة بالألماس من دار الساعات والمجوهرات، 275,000 دولار، وهي كمان مرصعة 903 قطعة من الألماس. طبعا حاجة بايظة التمن جدا، وهي طبعا من الذهب النوع اللي هو الأبيض، من الذهب الأبيض. حاجة بصراحة رهيبة جدا يعني. طبعا الناس اكتشفوا دوت لما طلع بنفس الساعة ديت في فيديو كليب اللي هو الفيديو كليب الأخراني على التيك توك. طبعا الناس لفت نظرهم للساعة، منظر الساعة يعني، فراحوا بحثوا عنها لقوا ان هي فعلا ب 275,000 دولار، وفيها مش عارفة 309 قطعة مرصعة بالألماس. يعني بصراحة حاجة مش عارفة بصراحة ايه التبذير الاوفر ده يعني. مثلا لما يلبس ساعة بس لوحدها بالتمن ده، هيبقى يعني باقي لبسه بيجيبه منين، ولا جزمه والحاجات ديت يعني. هي زي ما انتم شايفينها كده، هي ساعة من الذهب الأبيض الخالص ومرصعة طبعا ب 309 من الألماس، قطعة من الألماس، الألماس اللي هو الخالص يعني اهوت. احنا شايفين منظر الساعة، وممكن كمان تقدروا ان انتوا تبحثوا عنها وتعملوا سيرش عنها وهتشوفوها اكتر. انا جبت لكم اهي بالتفصيل، وجبت لكم كمان سعرها. يعني لما الناس عملوا عليها سيرش لقوا فعلا ان سعرها بوظ الثمن جدا اهوت. سعر ساعة محمد رمضان في كليب على تيك توك تتخطى ال 275,000 دولار، وفيها 100 قطعة من مثل الماس، 1,000 قطعة تقريبا. في ناس بيقولوا 309 قطعة اهوت. ساعة تمنها 275,000 دولار تثير الجدل على جوجل. طبعا اثارت جدل لرواد موقع التواصل الاجتماعي، عشان كده كانوا مستغربين جدا جدا ايه الساعة ديت، ولفت نظرهم منظر الساعة، فراحوا بسرعة بحثوا عنها على جوجل وعملوا عليها سيرش يعني، وجدوا ان هي فعلا دي اساسا ساعة من الذهب الابيض الخالص ومرصعة بال 309 قطعة من الألماس. في ناس بيقولوا 309 قطعة، وفي ناس بيقولوا 1,000 قطعة. احنا مش عارفين بقى بصراحة انهي الصح فيهم، بس طبعا الساعة هي زي ما انتم شايفينها من الذهب الأبيض الخالص، وشكلها شيك جدا جدا، وهي بصراحة تستحق فعلا ان هو يدفع فيها المبلغ الكبير ده. لكن طبعا بصراحة يعني لما هو بس يلبس حاجة بسيطة زي ديت ومرصعة بالألماس بالشكل دوت، أمال باقي لبسه وجزمه والحاجات ديت هيكون بقى هتكون شكلها ايه؟ طبعا الباقي بقى الأحذية والشوزات وطبعا اللبس اللي بيلبسه أكيد هيكون طبعا ماركات عالمية يعني، لأن ده طبعا الساعة بس لوحدها حاجة طبعا مستفزة يعني، حاجة تضايق فينا، في حين ان في ناس اصلا مش لاقية تاكل. كل ده طبعا يعني من المشاهدات اللي بيحصد عليها، المشاهدات اللي الناس اللي بتتفرج عليه اكيد طبعا، امال هيجيب كل الفلوس دي منين. حاجة بصراحة غريبة جدا وحاجة مستفزة في نفس الوقت. اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد، مع السلامة.